السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. كنت وعدت حضراتكم في فيديو سابق إن هنقدم لكم وصفة التحديق. أنا بحدق بإيه؟ تحديق للحمام. ده أهو، ده محار مطحون على رمل، على حصى، هدد مباني على رملة مية حادقة، فيعني فيها ملح، وإذا كانت الرملة ما فيش فيها ملح فبنضيف عليها ملح. هو ده التحديق. معظمها أهم شيء فيها، العنصر فيها اللي هو القواقع أو المحار، أو زي ما بيقولوا إخواننا في بعض المدن الساحلية بيسموه البكلاويز، قشر البكلاويز او قشر المحار، هو ده اهم شيء، اهم عنصر فيه اللي هو ده. ده فايدته لو حمامك بيبيض القشرة رقيقة، او ممكن بيبيض بيضة واحدة ما بيبيضش البيضة التانية، ده بيزود سماكة القشرة وبيخلي الحمامة تبيض البطين ان شاء الله بإذن الله. ده المفروض ما يتمناش عن الحمام نهائيا، اهو ده لابد انه يكون موجود على طول. انا عامل ايه، دي مأكلة دايما بحط فيها كده، اجيب اهو اهو، لازم كل ما تنقص اكملها كده، كل ما يتاكل منها حبة احطها كده، لازم تكون فيها شوية. الحمام بيحبه وما يقدرش يعيش من غيره. ده للحمام المحبوس، لكن الحمام اللي بيطير هو بيتصرف، بيلاقي الحاجات دي في الطبيعة بياكلها من اي مكان. لكن لو الحمام محبوس لابد نحط له الخلطة دي علشان تساعده على البيض وعلى قشرة البيض. ونشكركم، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة. ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.